امبارح رئيس الوزراء قال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق حزمه كبيره من الاصلاحات للدعم وتشجيع قطاع الصناعه، ومن بين الاجراءات دي فرض رسوم جديده وتعليق الضريبه العقاريه على المصانع لمده 3 سنوات واطلاق مبادره لدعم القطاعات الصناعيه والزراعيه بفائده 11%. بكل تاكيد منا في مجموعه كبيره من التسهيلات الدوله قدمتها لدعم هذا القطاع الحيوي المهم وقطاع الصناعه، هنتعرف عليها من الاستاذ عمرو فتوح نائب رئيس لجنه الصناعه والبحث العلمي بجمعيه رجال الاعمال. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. طبعا احنا عندنا تفاصيل كتيره وعايزين نتكلم فيها مع حضرتك، الخريطه الصناعيه، المجمعات الصناعيه اللي الدوله عملتها، لكن هنبدا بالتسهيلات. ايه هي من وجهه نظر حضرتك اهم التسهيلات اللي قدمتها الدوله لدعم هذا القطاع الحيوي المهم وهو قطاع الصناعه؟ هو انا عايز ابدا بحاجه برضو ما اتذكرتش امبارح، ان احنا في بدايه ولايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتقدم 100 مليار للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ان الشباب يقدر يبتدي ياخد منها يمول مشروعاته وخطوط الانتاج كانت بفايده 5%. وبعد كده تم ضخ 100 مليار تانيين. يعني يمكن الموضوع ده ما اتذكرش امبارح، لان مع ان الموضوع ده مهم جدا، لان انا بعتبر في العشر سنين اللي فاتوا ما فيش دوله قدمت مبادره بالشكل ده. يمكن كنا حابين ان احنا نستغلها بشكل اكبر، كان يبقى في خطه واضحه للدوله المصريه ايه الصناعات اللي احنا محتاجينها واللي احنا بنستوردها من بره. ولكن يمكن ده مؤخرا سياده الرئيس في تعقيبه امبارح في جلسه الصناعه قال ان احنا هنبتدي نركز على صناعات بعينها، وطرح 151 صناعه امبارح اللي احنا هنبتدي بنقول ان احنا الصناعات دي مش موجوده عندنا واحنا محتاجين نصنعها عشان نوفر عمله اجنبيه ونبتدي نقلل الفاتوره الاستيراديه بتاعتنا. انا شايف ده من اهم التسهيلات اللي اتقدمت، لان ده كمان بيمس المشروعات الصغيره والمتوسطه وبالاخص الشباب، لان انا واحد من الشباب اللي استفاد من هذه المبادره. عظيم. وقدرت ازود خطوط انتاجي، ودي حقيقه وواقع. وانا حتى مستغرب امبارح ان لم يشير لها احد في المؤتمر. انا شايف ان ده من اهم التسهيلات اللي اتقدمت. يمكن كان عتابنا بس ان احنا كنا محتاجين خطه واضحه، اعتقد بدانا نبتدي نحط خطه واضحه، والسيد الرئيس شرح النقطه دي امبارح ان احنا هنبتدي نركز على ايه الصناعات اللي الدوله المصريه محتاجاها ومحتاجين احنا نصنعها وبنستوردها ولا تصنع في مصر. وده كان من ضمن طلباتنا الرئيسية وتوصياتنا الرئيسية في الحوار الوطني وما قبله. واعتقد ان احنا يعني ده بداية الطريق الصحيح ودعم للصناعة. بالنسبة بقى للضرائب العقارية ويعني والضرائب العامة بشكل عام، يمكن ال 51 صناعة اللي السيد الرئيس اتكلم عنهم امبارح دولت اللي هيبقى عليهم يعني ما عليهمش ضرائب عامة، وده شيء جيد جدا بحيث ان احنا نشجع مصنعين ومستثمرين جدد ان هم يدخلوا في هذه الصناعات. الضريبة العقارية يمكن هي معلقة لمدة 3 سنين، هو شيء جيد، بس انا اتمنى ان هي ما فيش حاجه اسمها ضريبه عقاريه على المصانع، اتمنى ان هي تلغى تماما، لان المصانع ديت مؤسسات وهيئات بتنتج وبتشغل ناس وبتصدر، فاحنا محتاجين نخف الاعباء من عليها، مش عشان المصنع يحط حاجه في جيبه، بل بالعكس احنا محتاجين نخف الاعباء عشان اخفض المنتج بتاعي، اقدر اصدره بره، اقدر انافس في الاسواق اللي حواليا، بحيث ان انا اجيب عمله اجنبيه واتوسع واشغل شباب واشغل ناس معايا، وبدل ما يكون عندي مصنع يبقى عندي 2 و3 وهكذا. اكيد. طيب لو جينا بقى اتكلمنا عن الفرص الاستثماريه المتاحه في مجال الصناعه، نقدر نقول ايه المتاح دلوقتي وما زال بكر والناس تقدر تقبل على الاستثمار فيه؟
احنا عندنا صناعات كتير في مصر للاسف احنا ما بنصنعهاش وبنستوردها من بره. محتاجين زي ما سياده الرئيس اشار امبارح، محتاجين ان احنا نركز ونبتدي نحط هذه الصناعات في قائمه واضحه ونطرحها لكل المستثمرين الصناعيين، سواء مستثمرين محليين او مستثمرين من الخارج، بحيث ان احنا بنقول انت عندك بوتنشال عالي قوي في هذه الصناعات، تقدر لما تخش في هذه الصناعات تقدر عندك سوق كبير، المنتج اللي هيطلع مننا هيعتبر بايع نفسه، لان احنا ما عندناش بديل ليه، احنا بنستورده. انا كمان اقدر عايز اوجه للرساله للشباب ان احنا عندنا حاجه اسمها مستلزمات انتاج وصناعات تكميليه في المصانع. انا محتاج ان كل شاب يبتدي ياخد ويسيرش، وانا اتمنى طبعا ان الحكومه تعمل ده في قائمه، بس انا اتمنى ان كل شاب ياخد هذه الصناعات التكميليه ومستلزمات الانتاج ويبتدي يصنعها. دي بتبقى حاجه صناعات صغيره، المصانع والكيانات الكبيره اللي زي حالاتنا بتبقى محتاجاها. ده بيبقى مشروع مضمون جدا ان انت تصنعه، فانت عندك العميل الجاهز بتاعه ويبقى كيان كبير وشغال بالفعل، وده كمان هياثر معانا ان احنا نعمل تعميق للصناعه المصريه. يمكن كتير من شبابنا بيبقى خارج نفسه يعمل مشروع مش عارف يعمل ايه بالظبط، كمان بيقابل مشكله التمويل. انا النهارده لما اعمل صناعات تكميليه او مستلزمات انتاج مش هيقابلك مشكله في التمويل قوي، لان المشروع بتاعك هيبقى ناجح بالفعل، لانه موجود العميل بتاعك، السوق بتاعك موجود، اعتقد الجهات التمويليه هتكون بتساعدك، عندنا جهاز تنميه المشروعات، عندنا مبادره ابدا، عندنا اكتر من حاجه نقدر دلوقتي تعمل لنا سبورت، بس يكون في بلان واضح لايه الصناعات المصريه وايه مستلزمات الانتاج والصناعات التكميليه اللي احنا محتاجينها. انا بقى محتاج كدوله ان احنا نبتدي نركز على صناعه المواد الخام. صناعه المواد الخام وبسبب الازمه العالميه اللي بتحصل وسلاسل الامداد، احنا محتاجين نركز على صناعات المواد الخام. دي مشروعات بتبقى كبيره، يا اما الدوله اللي تعملها، يا اما نجيب شركات كبرى نعملها بالشراكه مع الدوله المصريه، بحيث ان انا ما احتاجش ان انا استورد ماده خام من بره، هوفر رقم كبير جدا من العمله الاجنبيه. كمان هبتدي اوفر في تكاليف المنتج بتاعي، هقدر اصدره وهقدر انافس، والاهم من كل ده ان المستهلك المصري هتكون السلعه بسعر اقل بكتير من اللي بيحصل حاليا، لان احنا لما بنستورد طبعا السعر بيبقى عالي جدا، بيتحكم فينا في السوق بعض الناس اللي ضمايرها يعني ما عندهمش اي نوع من انواع الدعم او الضمير، لان هو بيتحكم في السلعه وبيخزنها، وطبعا بيتحجج ان التكلفه عاليه بسبب العمله الاجنبيه. يبقى ما فيش حل غير الصناعه المصريه. طيب، عظيم جدا يا استاذ عمرو. بما اننا بنتكلم دلوقتي عن الخريطه الصناعيه، بنشوف ايه الصناعات اللي احنا نقدر نشتغل فيها، ايه الصناعات اللي احنا نجري عشان نوطن هذه الصناعه عندنا، نقلل فاتوره الاستيراد، نعمل قائمه بالصناعات. أنا عايز أعرف من حضرتك إيه أهم وأبرز الصناعات اللي إحنا بالفعل متميزين فيها ونقدر ندعمها خلال الفترة اللي جاية عشان نزيد من إنتاجيتها، وبالتالي زي ما قلنا نقلل فاتورة الاستيراد. هقول لحضرتك احنا عندنا صناعات كتير جدا متميزين فيها، في صناعات مواد البناء، في بعض الصناعات الهندسيه، عندنا في صناعات زي الزجاج احنا متميزين، في صناعات كتيره جدا مصر متميزه فيها. انا كل اللي محتاجه يا فندم ان انا اعمل سبورت لهذه الصناعات القائمه بالفعل، وكل مصنع بيصدر لازم احطه في عين الاعتبار. اي طبعا. مصنع مصري بيصدر معنى كده ان هو عنده منتج جيد جدا، معنى كده ان هو بيجيب لي عمله اجنبيه، معنى كده ان هو بيشغل لي ناس وقابل للتوسع. فانا محتاج ان انا اعمل سبورت واشوف المصانع دي ايه العبء اللي عليها الحالي وابتدي يعني اخفضه. لازم يكون كل جهات الدوله في الفترة اللي جاية، واعتقد دي كانت اشارة واضحة من السيد الرئيس امبارح، بس انا محتاج المسؤولين يشتغلوا على كده. اعتقد ان ده دور برضو بتقوم بيه مبادرة ابدأ خلال الفترة اللي فاتت.
ما انا اشرت ليها في الاول، انا قلت حضرتك عندنا حاجه مهمه جدا اسمها مبادره ابدا، هي بتعمل سبورت قوي جدا، وهي النهارده بتساعد كل ما هو مصنع سواء عايز يدخل في الصناعه او سواء هو موجود بالفعل. انا محتاج اعمل سبورت للمصانع اللي موجوده، احنا متميزين في صناعات كتيره جدا بتصدرها لبره، واحنا مش بنقول كلام تجاري، احنا فعلا عندنا صادرات مصريه بتشرف بس للاسف احنا عندنا عقده الخواجه، يعني ودي رساله يمكن يعني اوصلها للساده المشاهدين، يعني ارجوكم احنا عندنا صناعات مصريه قويه جدا، وشجعونا حتى لو عندنا مشاكل هنطورها، طول ما انت بتشجعني وبتستخدم المنتج بتاعي انا هطور من نفسي وهوصل لكواليتي وجوده يمكن انت ما بتحصلش عليهم من بره، لان للاسف الشديد انا متذكر كلمه مهمه جدا للسيد الرئيس في مؤتمر اسكندريه، ان معظم المنتجات اللي بتجي لنا من بره هي منتجات ليست جيده وما هيش بالمواصفات اللي احنا نستحقها كشعب، اسمها مستورد فقط وغالي. بالظبط بالظبط، فانا محتاج ان انا ادعم كل ما هو مصنع مصري وادي له سبورت، محتاج ان جميع الوزارات تبتدي تعمل سبورت لوزاره الصناعه، ونقعد على ترابيزه واحده ونتكلم نقول انا محتاج من وزاره الماليه كذا، انا محتاج من وزاره الاستثمار كذا، بحيث ان يبقى في خطه واضحه، يعني زي ما السيد رئيس الوزراء اتكلم امبارح قال احنا عندنا خطه واضحه، اتمنى ان الخطه دي تكون معلنه او من خلال التوصيات اللي احنا قدمناها اللي السيد الرئيس امبارح خد منها، وانا يعني انا يمكن هي دي النقطه المضيئه اللي انا بشير ليها امبارح، انا بنادي بيها بقالي فتره، وانا بشكر سيادته جدا لان احنا كده ابتدينا نركز في الصناعه، كون ان احنا بنقول احنا محتاجين هذه الصناعات، اذا انا وهديلها كل الدعم، هديها ارض صناعيه، والسيد الرئيس قال انا محتاج ادي اكتر كمان حوافز اكتر، وهشيل من عليها ضرائب، انا بس محتاج بقى حاجه مهمه قوي من ضمن التوصيات، انا محتاج ادي دفعه قويه للشباب واقول اي حد هيستورد خط انتاج مش هشيله اي رسوم عليه، اي حد هيجيب خط انتاج هشيله على راسي. اي واحد هيستورد مكنه من بره عشان يصنع ويفتح مصنع ويصدر ويشغل ناس انا مش محتاج منه حاجه. بس الموضوع ده مهم جدا ومقترح مهم، لكن اعتقد انه يمشي في اطار الحوار الوطني، بحيث زي ما حضرتك ذكرت انه كل المؤسسات المعنيه بهذا الامر تكون موجوده بتتكلم بالزبط. تشوف امكانيه تنفيذ ده من عدم، مظبوط؟ بالظبط بالظبط فعلا. طيب ده له علاقه بالرخصه الذهبيه؟ اكيد. بص الرخصه الذهبيه خطوه جيده جدا، بس انا محتاج ان كل الرخص تبقى ذهبيه، يعني انا بتمنى وبناشد. طب ما تخلينا نعرف ايه هي الرخصه الذهبيه للي مش متابع. بص الرخصه الذهبيه ان انا النهارده برايح اتقدم على مشروع صناعي، الاول انا كنت بلف على معظم مؤسسات الدوله واطلع من مكان لمكان عشان ابتدي اخد هذه الرخصه، انا حاليا باخد الرخصه دي من مكان واحد بس وفي فترة زمنية قليلة جدا، احنا كان عندنا مشكلة ان احنا لما بنيجي ناخد الرخص الذهبية كنا بنروح اماكن كتيرة وكان ممكن بتقعد باربع شهور والخمس شهور والست شهور، دلوقتي المشكلة ديت احنا حليناها بشكل كبير لان السيد الرئيس وجه بيها في مؤتمر الصناعة لو نفتكر في شهر 10 اللي فات اللي كان في عامله اتحاد الصناعات، وبالفعل نقطة مضيئة جدا بس هي كانت اتعملت للصناعة الصناعات الاستراتيجيه، يعني الصناعات اللي هي الكبيره. انا بقى بطالب برضو من خلال حضرتك ان الرخصه الذهبيه تبقى على كل الصناعات، وبالذات الصناعات الصغيره والمتوسطه، لان انا بشجع شبابنا وبشجع اي مستثمر برضو داخل في صناعه متوسطه ان هو يبتدي يجي يتقدم وما يقلقش ان احنا بنتاخر، او يبتدي يلف على مؤسسات الدوله مؤسسه عشان يبتدي ياخد تصريح او موافقه من هنا. الرخصه الذهبيه شيء عظيم جدا محتاجينه يبقى على كل المصانع، ومحتاج حاجه كمان، اي مصنع قائم بيجدد الرخصه بتاعته ما توقفوش، جدد بسرعه، هو بالفعل مصنع قائم، يبقى موجود وحده كامله
في وحده كامله في هيئه التنميه الصناعيه للمصانع اللي بالفعل قائمه، لان انا النهارده لما الرخصه بتاعتي بتتاخر انا بتاخر في التصدير، بتاخر على العملاء الاجانب اللي عندي، وبالتالي بيتاخر عليا العمله الاجنبيه اللي انا في احتياج ليها. نقطه كمان تم الاشاره ليها امبارح في الاراضي الصناعيه، انا من وجهه نظري انا مش شايف ان احنا عندنا ازمه في الاراضي الصناعيه. احنا عندنا أزمة في سوء توزيع الأراضي الصناعية. يعني الأراضي الصناعية بتروح لمين؟ فطبعا لازم يكون في اشتراطات واضحة ان الأراضي تبقى مضمونة ان هي تروح للمصنع، لان للأسف بتروح لغير المصنعين. زي ما سيادة الرئيس قال امبارح، انا بحاول ان انا اعمل حوكمة عشان امنع تسقيع الأراضي وزودت في الأراضي عشان ما يبقاش في حجة ان حد بيقول ان احنا ما عندناش أراضي صناعية. فموضوع الأراضي الصناعية انا شايف ان احنا في أراضي صناعية، بس كل القصة ان يبقى في آلية ان هي تروح للمصنع. وانا بقترح اقتراح برضو مهم من خلال حضراتكم، ان عندنا مصانع كتير وعندنا شباب كتير مأجر المصانع، يعني واخد مصانع بالإيجار. انا عندي قائمة واضحة بيهم ومعاهم رخصة تشغيل بالفعل في هيئة التنمية الصناعية. ايه المانع ان انا ابتدي من بكرة اعمل مبادرة لكل الناس وكل الشباب اللي مأجر مصانع، هقول له تعالى هديك بالامر ارض صناعية وابتدي ابنيها وابتدي وفر الايجار اللي انت يلا يا استاذ عمرو ادعو لمبادرتك، واعتقد ان سيتم الاستجابة ليها فورا. كل الشكر ليك الاستاذ عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الاعمال.